يا جماعة أنا اجتمعت فيه كل يوم لأنكم أنتوا كمواطنين أساس القرار اللي لازم اتخذه في موضوع المية. معقول؟ إحنا؟ نعم إحنا رايحين نعدل على قانون سلطة المياه ونغلظ العقوبات على اللي بيسرق مية من الشبكات أو الحفر بدون ترخيص أو أي اعتداء على مصادر المياه، لأن الاعتداء راح يضر بالجميع وإحنا لازم نمنع مثل هيك سلوكيات حتى نحافظ على المياه لينا ولأولادنا بالمستقبل. بس يا زعل إحنا مواطنين، كيف بدنا نصنع القرار؟ ما هو في وزير، في موظفين، وهذا شغلهم. صنع القرار بيبدأ من عندك ومن عنده ومن عندها بعد ما نسمع آراءكم ونوصلها لصانع القرار حتى يعرف قلتكم إياه. معاك حق يا زعل، المزارعين بوادي الأردن عملوا جمعيات لتوزيع مياه الري عليهم ونجحت تجربتهم، أمنهم صاروا مسؤولين عنها فتوزعت المي عليهم بالعدل، ومية الشرب للجميع وما بحق لأي مواطن يأخذها لحاله.